النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الأهلي يغادر إلى سوسة استعدادا للنجم الساحلي. عبد الحفيظ أزمة صالح جمعة وهمي. والأهلي يطلب مدرجا لجماهيره في ملعب سوسة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة افريقيا رينا العملاق، النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. أهلا بكم مجددا، وإلى التفاصيل. تغادر بعثة الأهلي إلى مدينة سوسة بعد قليل استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وتصل مدة سفر بعثة الأهلي من تونس العاصمة لمدينة سوسة إلى ساعتين، لذلك قرر الجهاز الفني أن يتجه اللاعبون إلى فندق الإقامة في مدينة سوسة مباشرة فور الوصول، تجنبا للإرهاق والاستعداد لخوض أول مران في سوسة يوم الجمعة. وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد سافر من تونس العاصمة إلى سوسة الأحد الماضي من أجل الاطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة فريق الكرة قبل السفر. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حدوث أي مشادات أو خلافات في ميران الفريق الجماعي أمس الأربعاء في تونس، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لتلك الأخبار والتي ترددت أمس بوجود خلاف بين الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وصالح جمعة لاعب الأهلي، مشددا على أن تلك الواقعة لم تحدث من الأساس ولا مجال لوجود خلافات أو مناقشات بين المدير الفني للفريق وأي لاعب، مشددا أن كل فرد بالفريق يعرف دوره جيدا. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الربط بين تدخل صالح جمعة وحسام عاشور وإصابة الأخير بوجود أزمة بين لاعب ومدرب هو أمر عار تماما عن الصحة ولا مجال له من الحقيقة. أشهد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتزام لاعبي الفريق خلال المعسكر التدريبي في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدور رابطة أبطال أفريقيا. وأكد مدير الكرة التزام جميع اللاعبين طوال مدة معسكر الفريق في تونس من قبل مباراة الترجي التونسي، مشيرا إلى أن تركيز الجميع حاليا ينصب حول مباراة النجم. أكد الدكتور خالد محمود طبيب فريق الأهلي أن الفحص المبدئي لحسام عاشور لاعب وسط الفريق بعد ميران أمس الأربعاء قد أثبت إصابته بجزع في أربطة الركبة. وأوضح الطبيب أن لاعب الأهلي سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق ميران الفريق اليوم لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات اليوم أو غدا الجمعة. وأشار الطبيب الأهلي إلى أن عاشور سيجري تأهيله على مدار اليومين المقبلين آملا في لحاقه بمباراة النجم الساحلي، لا سيما وأن اللاعب لم يستطع استكمال ميران أمس الأربعاء.
يعاني أحمد الشيخ لاعب وسط فريق الأهلي من إجهاد شديد في عضلات الظهر، وهو الأمر الذي أبعده عن استكمال مران الفريق أمس الأربعاء. وكشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم الخميس لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية. يخوض فريق الأهلي مرانين بمدينة سوسة والتي يسافر إليها مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي إنه وفقا لتعليمات الفنية للكابتن حسام البدري المدير الفني اتفق مع مسؤولي النجم على ملاعب تدريب الفريق خلال تواجده في مدينة سوسة. وأوضح عدلي أن الفريق سيؤدي مرانه الأول على الملعب الفرعي لنادي النجم والذي يبعد 10 دقائق عن فندق الإقامة، فيما سيكون المران الثاني على ملعب سوسة والذي يستضيف المباراة ويبعد 20 دقيقة عن الفندق. وأكد مدير العلاقات الخارجية بالأهلي أنه اتفق مع مسؤولي النجم على توفير تأمين كامل لبعثة الأهلي سواء في الانتقال من الفندق إلى ملاعب التدريب أو المباراة. زار سفيان الوردي المنسق العام لفريق النجم الساحلي التونسي حريص على زيارة بعثة فريق الأهلي في فندق الإقامة بالعاصمة تونس قبل السفر إلى مدينة سوسة. وتحدث الوردي مع الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي لتنسيق وترتيب إجراءات سفر بعثة الأهلي من تونس العاصمة إلى سوسة، مؤكدا أنه وفر حافلتين الأولى للفريق والأخرى للوفد الإعلامي. وأوضح الوردي أن الدكتور جلال كريفا نائب رئيس نادي النجم طلبه بالسفر إلى تونس العاصمة لترتيب كل الأمور وتلبية كل مطالب الأهلي. الأخبار من جديد، طلب نادي الأهلي من مسؤولي نادي النجم الساحلي التونسي توفير مدرج كامل لجماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين. ووعد مسؤولو الأهلي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بتخصيص مدرج كامل لجماهير الأهلي وتوفير التأمين الكامل لهم داخل الملعب. وتكرر نفس الأمر مع جماهير الترجي التونسي في ملعب برج العرب بالإسكندرية
وهو ما حدث مع جماهير الأهلي باستاد رادس. خاض فريق الأهلي ميرانه الأخير في معسكره بالعاصمة تونس على ملعب الجامعة استعدادا لمواجهة النجم الساحلي. وجاء قرار حسام البدري المدير الفني للأهلي بتقديم موعد الميران حتى يتمكن الفريق من الوصول إلى مدينة سوسة في وقت مبكر اليوم الخميس. وكان الفريق قد تدرب خلال الأيام الماضية على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي بتونس وعلى الملعب الفرعي لاستاد المنزة قبل أن ينتقل مؤخرا إلى ملعب الجامعة. يعقد الاجتماع الفني لمباراة يعقد الأهلي ونجم الساحلي التونسي مساء السبت المقبل بأحد الفنادق في مدينة سوسة. ومن المقرر أن يتم الاتفاق خلال الاجتماع على بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. تحدث سيف غزال مدرب النجم الساحلي التونسي عن نقاط القوة والضعف في النادي الأهلي قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة. وأكد سيف غزال في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة بأن خطورة الأهلي تكمن في الهجمات السريعة والمنظمة خاصة عن طريق علي معلول. وأضاف غزال بأن الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة مثل أحمد فتحي حسام عاشور ويستطيعون التعامل مع المباريات الكبيرة ويجب الحذر منهم. واختتم سيف غزال تصريحاته بأن المشكلة الوحيدة التي تواجه فريق النجم هي الفترة القصيرة بين مباراة دوري الثمانية ونصف النهائي وهو ما يؤثر بالإجهاد على اللاعبين. بدأ هيبار فيلود المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي في وضع الخطة الفنية والتي سيخوض بها مباراة الأهلي الأحد المقبل بالملعب الأولمبي في سوسة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ذكرت جريدة الصحافة التونسية أن المدير الفني للنجم الساحلي يعتزم إيقاف أجنحة النادي الأهلي والمتمثلة في الثنائي أحمد فتحي وعلي معلول عبر الدفع بالثنائي الخليل بنجورة وحمدي النجاز بالجبهتين اليسرى واليمنى. وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة المدافع رامي البدوي مع النجم الساحلي التونسي في مباراة الأهلي باتت واردة بعدما تعافى من الإصابة والتي تعرض لها في المباراة السابقة. حرص العديد من نجوم النادي الأهلي على حضور جنازة والدة نجمي الفريق الأحمر شوقي وعبد العزيز عبد الشافي اليوم الخميس في أحد مساجد منطقة التجمع الخامس.
وتقدم قناة الأهلي خالص التعازي للنجمين الكبيرين. أكيد إليكم بعض التفاصيل في التقرير التالي. طبعا ربنا يتولاهم برحمته مدام هاله، وطبعا الحاجه والده الكابتن عبد العزيز والكابتن شوقي، لان احنا متربيين مع بعض، متربيين طول عمرنا مع بعض. وانا يمكن عشت مع كابتن مصطفى عبده فتره كبيره قوي في مستعمره شمال القاهره، وعشت ايضا مع الكابتن زيزو في المعادي، وكانت والدته نعم الناس اللي كانوا في الكرم والضيافه، وكنا بنعيش حياه عاديه لان كنا اخوات، كنا اخوات. وانا بقول لهم ربنا يتولاهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، واتمنى طبعا لي الاسرتين الصبر والسلوان. واحنا تعازينا دايما، وتعازينا دايما للكابتن زيزو والكابتن شوقي والكابتن مصطفى عبده، لان زي ما قلت لك احنا اسره واحده، بنعتبر نفسنا اسره واحده واسره واحده. واتمنى ان قناه الاهلي برضو حضرتك، يمكن معلش بعد اذنكم، ان هي برضو لازم تشير للناس ان دول من ولاد النادي الاهلي، من ولاد النادي الاهلي اللي ساهموا في انجازات للنادي الاهلي، وبرضو تعمل لهم حاجه كده في النادي الاهلي برضو يبقى فيها عزاء للاسرتين. يعني الحمد لله وانا اليه راجعون. ان شاء الله الحجة الفاضلة والدة اخواتنا الاعزاء الكبار يكفيها انها انجبت كابتن شوقي وكابتن زيزو، مثال للاخلاق وللاحترام. اكيد السيدة التي انجبت يعني هذه القامات وهذه الاخلاق المحترمة الإسلامية الوطنية، أكيد إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يرحمها رحمة واسعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبعزيهم وبعزي كل أسرة الرياضة وكل أسرة النادي الأهلي. إن إله وإلا إليه راجعون. أيام مفترجة طبعا. الكابتن عبد العزيز عبد الشافي تربية ما بعدها تربية، فأكيد إن الست هانم كانت برضو بنفس الشكل. الله يرحمها ويغفر لها ويوسع مقبرها إن شاء الله ويكرمها. عند السؤال، وده آخرة الدنيا المعاد دوت بالظبط، احنا ما نعرفوش امتى يجي امتى ما يجيش، لكن نحاول بقدر الامكان ان احنا ندعي ربنا ان ربنا يكرمها باذن الله. كابتن عبد العزيز عبد الشافي وشوقي يستاهلوا كل خير. احنا لو ما وقفناش مع زمايلنا واخواننا دول نقف مع مين؟ ما دي حاجه طبيعيه جدا. النادي الاهلي ده اسره كبيره، واحنا دايما متواجدين. ان شاء الله نتواجد في الحاجات اللي هي الحقيقه فيها افراح وكده، لكن الموت والحاجات دي حاجات الواحد اساسيات لازم يكون قادر على انه يجامل فيها ويكون متواجد فيها بكل قوه. حتى انا شفت النهارده عدد كبير جدا من الزملاء الحقيقه، ودي حاجه في حياتنا احنا جميعا، انه نحن اسره مترابطه ونحن اسره كلنا مع بعض. والى ربنا يرحمها ويغفر لها ان شاء الله واخر الاحزان ان شاء الله. انا بقول البقاء لله وان شاء الله يجعل مثواها الجنه. وطبعا يعني مفيش تعبير اقدر اقوله، ان طبعا كابتن شوقي والدي هو اللي مربيني، وكابتن زيزو، وان شاء الله يجعل مصير الجنه باذن الله. الأخبار من جديد. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الجبلية نائبا لرئيس لجنة الحكام بكاف. وكان الاتحاد الأفريقي قد اختار عصام عبد الفتاح عضوا في لجنة الحكام خلال الساعات القليلة الماضية قبل أن يتم تنصيبه نائبا. وتم اختيار أحمد مجاهد عضو المجلس في اللجنة الخاصة ببطولة أمم أفريقيا للكبار على أن يكون زميله بالمجلس مجدي عبد الغني عضوا في لجنة أمم أفريقيا الأعمار المختلفة، إضافة إلى اختيار خالد لطيف عضو الاتحاد داخل لجنة الكرة الشاطئية والصالات.
الأخبار، حيث أجرى إيهاب لهيطة مدير المنتخب اتصالته مع الجهاز الفني لنادي الأهلي من أجل الاطمئنان على حجم إصابة حسام عاشور لاعب الفريق الأحمر والذي لم يستكمل نيران الأمس مع فريقه. وتعرض عاشور لكدمة قوية في الركبة إثر تدخل من زميله صالح جمعة أثناء التقسيمة والتي أجراها الجهاز الفني. وكان الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري قد طلب تقريرا طبيا عن حالة عاشور للوقوف على حجم إصابته ومدى قدرته على الانضمام إلى المنتخب. أكد عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي أنه يتمنى نذرة من الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر للانضمام للفراعنة في الفترة المقبلة. وتصدر عمر السعيد قائمة هدفي الدوري برصيد 5 أهداف بعد 4 جولات. وقال السعيد: الفضل يرجع في تطوري فنيا مع الإنتاج للثنائي مختار مختار المدير الفني ومجدي عبد العاطي المدرب العام. نادي الرجاء تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد القماش. وقال سعد أبو صندور رئيس النادي: تقدم القماش باستقالته إلى مجلس الإدارة وتم قبولها، وتوصلنا لاتفاق مع النحاس لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم وسيبدأ عمله على الفور. وسبق للنحاس قيادة فريق أسوان والشرقية في الموسمين الأخيرين. الأخرى، حيث تنطلق بطولة أهلي مدينة نصر المفتوحة للتنس غدا الجمعة، والتي تستضيفها ملاعب التنس بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر في الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 13 أكتوبر المقبل. وكان باب الاشتراك في البطولة قد أغلق يوم 16 سبتمبر الجاري، وآخر موعد الانسحاب كان يوم 18 سبتمبر الجاري. وأجريت قرعة البطولة بمقر النادي في مدينة نصر أول أمس، وتم تسهيل دخول الحكم العام وأولياء أمور اللاعبين من قبل إدارة النادي الأهلي لحضور مراسم القرعة. أفريقيا يا أهلي، انضم إلينا الآن مراسلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي من تونس للوقوف على آخر استعدادات الفريق لمواجهة النجم الساحلي. أمير أهلا بك. أهلا
تحياتي ليك يا فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. وطبعا النهاردة اليوم الأخير بالنسبة لفريق النادي الأهلي هنا في العاصمة تونس في إطار الاستعداد لمباراة نصف النهائي وبتحديد مباراة الذهاب في هذا الدور أمام فريق النجم الساحلي طبعا. وأكيد هي مباراة هامة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين. لكن خليني بالتحديد نتكلم عن فريق النادي الأهلي اللي لسه واصل لفندق الإقامة في هذه اللحظات طبعا قبل التحرك لمدينة سوسة، وطبعا فور إنهاء المران الأخير هنا في العاصمة تونس. طبعا كان أكيد مران مهم جدا بالنسبة للجهاز الفني بالنسبة للاعبين، يمكن شارك كل لاعبي النادي الأهلي فيما عدا حسام عاشور وأحمد الشيخ اللي بيعانوا من إصابات مختلفة. حسام عاشور عنده جزع في أربطة الركبة، بس إن شاء الله يعني حالته مطمئنة بشكل كبير، ممكن يلحق مباراة يوم الأحد إن شاء الله أمام فريق النجم الساحلي. سألت الدكتور خالد محمود وطمنا بشكل كبير إن حسام عاشور حالته بتتحسن، وكان متواجد هنا في فندق الإقامة بصحبة زميله أحمد الشيخ طبعا لأداء بعض التدريبات العلاجية. ده بالنسبة لحسام عاشور. بالنسبة لأحمد الشيخ كان عنده تقلص في عضلات الظهر وبالتحديد العضلة القطنية، ويمكن ده كان ناتج بسبب سوء أرضية ملعب التدريب طبعا، وهي ملعب الجامعة هنا الخاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم. ما كانش في اي اشتراك ولا حاجه مع احمد الشيخ، لكن هو يعني لسه حالته ما فيش جديد فيها، لكن ان شاء الله نسبه كبيره ممكن يكون متاح ايضا لمباراه نجم الساحلي يوم الاحد القادم ان شاء الله. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي شاركوا في تدريبات قويه النهارده، ابتدت بعض التدريبات البدنيه بعض تدريبات الكره نهاية بتقسيمة قوية جدا تحت إشراف كابتن حسام البدري، شارك فيها كل اللاعبين بشكل جيد جدا، ويمكن تألق النهارده سواء عماد متعب، صالح جمعة، وأيضا وليد سليمان اللي بيأدي تدريبات بشكل جيد جدا، والفترة الأخيرة يمكن كان ماشي بشكل جيد جدا مع النادي الأهلي. لكن بشكل عام نتمنى كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام فريق النجم الساحلي. لكن خليني أقول لك يا فيروز ان في هذه اللحظات هيكون في بعد نصف ساعه بالتحديد من دلوقتي في موعد العشاء بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بعديه مباشره هيتم التوجه لمدينه سوسه طبعا للاقامه هناك والاستعداد لهذه المباراه الهامه جدا امام فريق النجم الساحلي ان شاء الله من خلال تدريب غد. وبعد غد واللي هيتخلل اليومين دول اكيد محاضرات عديده من كابتن حسام البدري للاعبين للحديث والحديث عن فريق النجم الساحلي ونقاط القوه والضعف في هذا الفريق، في محاولة طبعا من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب هنا في تونس قبل العودة إن شاء الله، ومباراة الاستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة العودة أكيد أمام هذا الفريق. واللي أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي خلال هذه المباراة، وأيضا مجموع المباراتين من خلالهم إن شاء الله النادي الأهلي يتأهل للدور النهائي من هذه البطولة والمنافسة عليها بقوة، خصوصا بعد الوصول لمرحلة مهمة جدا جدا في هذه البطولة هو الدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة يمكن كانت صعبة شوية أمام فريق الترجي التونسي. لكن كل لاعبي النادي الأهلي وضح عليهم الجدية الكبيرة جدا التركيز الكبير جدا في هذه المباراة، وإن شاء الله يأملوا بشكل كبير في إسعاد كل جمهور النادي الأهلي من خلال التأهل للدور النهائي. وبالتحديد طبعا واخدينها خطوة خطوة، المباراة الأولى إن شاء الله في سوسة يقدر النادي الأهلي يحقق نتيجة إيجابية، وإن شاء الله يبقى ناقص مباراة العودة والنادي الأهلي يتأهل من خلالها للدور النهائي لتحقيق هذا اللقب الهام جدا 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 لكل جمهور النادي الأهلي. عودة لك يا فيروز. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك، وأكيد كل التوفيق للفريق الأول في مواجهة النجم الساحلي والعودة بلقب وانتصار جديد. تغادر اليوم الخميس بعثة المنتخب الأول لكرة الطائرة رجال بقيادة البرازيلي ماركوس أليه البرتغال لخوض معسكر مغلق استعدادا لمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. واستقر البرازيلي ماركوس ميراندا المدير الفني للمنتخب على ضم 17 لاعب للمعسكر المقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 5 من أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن تستضيف القاهرة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر المقبل. تأهل المصري محمد الشربجي إلى نصف نهائي بطولة سان فرانسيسكو المفتوحة على الإسكواش
بعد تغلبه على الإنجليزي دار السلبي بثلاثة أشواط نظيفة 11-5-13 11-11-6 في مباراة استغرقت 50 دقيقة. ويواجه الشربجي اللاعب الإنجليزي جيمس واستروب في نصف النهائي في الرابعة من فجر السبت. ضمنت مصر التواجد في المربع الذهبي باللاعبين حيث يتأهل فجر الجمعة الفائز من كريم عبد الجواد وطارق مؤمن في ختام مباريات ربع النهائي. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. وإلى جولة في الملاعب العالمية والبداية من إنجلترا، حيث يزين أحمد المحمدي ظهير أيمن المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي التشكيل المثالي للجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب. وتألق المحمدي وقاد فريقه للفوز على فريق برايتون ألبيون برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة. ويحتل أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة. أثنى بن فوستر حارس مرمى ويست بروميتش ألبيون على أحمد حجازي زميله بالفريق ومدافع المنتخب الوطني بعد ظهوره بشكل أكثر من رائع خلال الجولات الأولى من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال فوستر أنه وزملائه لم يكن لديهم أي معلومة عن حجازي قبل انضمامه لصفوف ويست بروميتش، إلا أنه نجح في التأقلم مع الفريق سريعا. وأضاف فوستر أن حجازي يؤدي بشكل أكثر من رائع وأنه شخص جيد ويتحدث مع زملائه دائما داخل وخارج الملعب. تغزل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب تواضعه ورغبته الدائمة في التطور بعدما أحرز هدفين في الفوز 4-1 على ساسكا موسكو يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ووصف مورينيو لاعبه لوكاكو بالمتواضع وأنه يريد التعلم والتطور طيلة الوقت. وأشار مورينيو إلى أن أرقام لوكاكو هذا الموسم مذهلة وأرجع الفضل في نجاحه إلى الأداء القوي من جانب الفريق. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس أن مدينة دبلن الأيرلندية سوف تستضيف قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في الثاني من شهر ديسمبر من العام القادم 2018. وسيتم تقسيم منتخبات القارة الأوروبية وعددها 55 منتخب لعشر مجموعات يصعد من خلالها 20 منتخب للنهائيات مباشرة، على أن يتم تحديد باقي الفرق الصاعدة من خلال النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن تقام التصفيات في الفترة بين شهري مارس وديسمبر لعام 2019.
متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، سيد عبد الحفيظ ينفي وجود خلاف بين البدري وصالح جمعة. من الجمهورية، البدري يكشف نقاط القوة والضعف في النجم الساحلي. من المساء، الإصابات تلاحق نجوم الأهلي في سوسة. ومن الوفد، الأهلي يسافر إلى سوسة في 8 مساء اليوم. من المصري اليوم، مكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي الأهلي أمام النجم. ومن الوطن سبورت، أيوب لقاء النجم الساحلي صعب للغاية. من الشروق، معلول مواجهة النجم لا تقل أهمية عن الترجي. من البوابة نيوز اليوم، فحص طبي على ظهر أحمد الشيخ. ومن فيتو، البدري يعد الميران الأهلي في تونس لمحاربة الإجهاد. في الجول، الأهلي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة عاشور واحتمالية مشاركته أمام النجم. ومن الاهلي.com، الاهلي يخوض ميرانه الاخير في العاصمه ويتوجه لسوسة استعدادا للنجم. ومن يورو سبورت عربيه، 3 مكاسب للاهلي من البقاء في تونس قبل موقعه النجم. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 28 سبتمبر من عام 2016، الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف. المباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وسجل أهداف الأهلي كل من كريم ندفيد ومؤمن زكريا. النهارده في 28 سبتمبر من عام 2014، الأهلي يفوز على القطن الكاميروني بهدفين لهدف ويتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. سجل هدف الأهلي عمرو جمال وموسى يدان. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.